سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نواصل الحديث في جزئه الأول، الحديث عن فقه الزكاة وأحكامها، كما نستقبل فيه تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا، صحبة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. يا أهلا وسهلا بكم. شيخنا، ما زلنا نتحدث عن أحكام الزكاة ومسائلها المختلفة. الحلقة الماضية تحدثنا عن قضية النية في الزكاة ومحل النية في الزكاة. اليوم يمكن أن ننتقل إن شاء الله إلى مسائل أخرى تتعلق بأداء الزكاة، كيف تؤدى ومتى تؤدى، إلى غير ذلك من الأسئلة. قبل ذلك، بقي بعض المسائل في قضية النية في الزكاة، منها مسألة سأل عنها بعض الناس، وهي قضية النية بعد إعطاء الزكاة، أن يعطي الزكاة ثم ينوي بها أنها زكاة وليست صدقة تطوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للنية، هو موضوع النية موضوع طويل ومهم جدا. نحن تحدثنا عن قليل منها فقط. نعم. عندنا المسائل التي هي عبادة، أي أصلها تعبدي لا نعرف لها علة. هذه كذكرنا أكثر من مرة أنها تستوجب النية. العبادات أو التعبدات يلزمها النية، هذه بالنسبة للعبادات. ولذلك كل مسألة يدرسها الفقهاء من ناحية هذه، يعني هل هي تعبدية أو هي معقولة المعنى. فإذا كانت معقولة المعنى فإنها لا تحتاج إلى نية، لأن الشارع أراد منا فعل شيء كذا وقد فعلناه، تهينا. نعم، لا يعني النية لا يحتاج إليها. ويضربون لذلك مثل بالنسبة للنوع الأول، قضية الصلاة مثل، الصلاة لابد لها من نية لأنها عبادة محضة. وبالنسبة للطهارة، سواء كان إزالة الحدث الأصغر أو الأكبر أو كليهما، هذه يمكن أن تكون عبادة ويمكن أن لا تكون كذلك، لأن الإنسان قد يغتسل للتنظف أو للتبرد. فإذن هنا يحتاج المسلم إلى نية حتى ينصرف ما فعله إلى عبادة. بعض الأمور يعني تتجاذبها أو يتجاذبها طرفان، طرف العبادة وطرف المعقولية. نعم. فلكن في الحالة هذه في الغالب يغلب يغلب أحدها الآخر. يعني تجاذبها طائفة المعقولية وطائفة العبادية أو التعبدية، ولكن التعبد يغلب عليها، وأحيانا العكس. إذن يعني بالنسبة للنوعين الأولين اللذين ذكرناهما، وهم قضية العبادة
أو التعبد قضية معقول المعنى. يعني أحسن مثال لها قضية دفع الديون. إذا كان واحد يعني قد داين آخر وبعد ذلك أرجع إليه دينه، دفع إليه ما أقرضه، هل هذا يحتاج إلى نية؟ لا، لا يحتاج إلى نية، لأن الشارع أمره بأن يؤدي القرض أو يدفع هذا الذي استقرضه، يدفعه لصاحبه. فإذا فعل ذلك معناها نفذ أوامر الشرع حتى ولو كان بلا نية. ويضربون مثالا لذلك مبالغة، يقولون لو سلم إليه هذا المبلغ وهو غافل أو ناعس في حالة شبه نوم فإن هذا الفرض قد سقط عنه، يعني فعل ما توجب عليه، يعني بمجرد سداد الدين تم المقصود. يعني هو ذاك كذلك الوديعة، إذا أرجعها إلى صاحبها دون نية ولا خطر بباله أنه فعل ذلك يعني تبعا لأوامر الشرع، لم يخطر له بباله، فقد نعم برئت ذمته وهو غير آثم. ولذلك علماؤنا في القواعد خصوصا المالكية توسعوا في هذا الأمر وقالوا النية في هذه المعقولات نعم لا تلزم، لكنها سبب في مسألة الأجر. يعني إذا هذا اللي رد الدين أو الوديعة لصاحبها أو ما غصبه رجعه إلى ربه، نعم قلنا إحنا برئت ذمته، لكن هل حصل له ثواب؟ لا، إلا بنية. فالنية نعم محط وجودها هو الأجر، يحصل له الأجر إذا انتبه أثناء فعله أنه إنما فعل ذلك نعم تنفيذا لأوامر الشارع. فهذه مسألة حتى المعقولية، المعقولة المعنى تتحول إلى إيه؟ إلى قضية النية، لكن لا بسبب براءة ذمة صاحبها، وإنما ليحصل له الثواب والأجر. هذه المسألة مهمة، يضربون لها مثالا آخر أوضح لعله، ليس أوضح ولكن هذا القبيل. يعني الإنسان إذا نام وليس في نيته شيء، هذا النوم ما حكمه؟ مباح نعم للإنسان أن ينام، نعم مباح ما لم يكن وقت شيء ما أمره الشارع بفعله كأوقات الصلاة والصيام وغير ذلك، الصيام يجوز فيه النوم. إذن هذا لا يحتاج إلى نية النوم، ولكنه عند يعني بدء نومه إذا خطر بباله أنه إنما ينام الآن ليستيقظ حتى يصلي في نهاية اليوم، يعني يصلي نهاية الليل يستعين بذلك، وإذا نام كذلك ليحصل له صوم دون تعب، فإن هذا النوم له أجره، لكن وجود النية. إذن النية موضوع طويل. نعم. هو يعني ما ذكرتموه شيخنا أن حتى الأشياء معقولة المعنى أو العادات التي يخدم عليها الإنسان دائما من قبيل المباحات قد تكون قربات بتفعيل قضية النية ونية الخير بها. ذكرتم شيخنا من الأمثلة، ربما يعني يجرنا الحديث للحديث عن النية طويلا، قضية الدين، أنه من سد دينه
لا يعني لا يطالب بالنية حتى يترتب عليه الإجزاء، إجزاء هذا السداد، وإنما بمجرد سداد الدين يعتبر تم المقصود والدين سد. بعض نعم. بعض الفقهاء يقول يعني، أو بعض من قرأت لهم وأنا أحضر الحلقة، يقولوا إن أيضا هذه الزكاة من قبيل الدين في عنق الغني للفقير، فربما لا تقتضي نية هي كذلك. الزكاة من الأمور التي اختلف فيها هل هي من التعبدات أو معقولة المعنى؟ والحقيقة هي تجاذبها الطرفان. من ناحية يعني هي عبادة، بدليل أننا لا نعرف علتها، لماذا ربع العشر في النقود، ولماذا العشر في الحبوب، ولماذا أحيانا نصف العشر في الحبوب. ويعني إذن عندنا في من ناحية هذه تعبدية لا نعرف معناها، ولماذا القمح والشعير والأرز فيها زكاة وبعض الحبوب لا زكاة فيها، وكذلك الماشية، ولماذا مصارف ثمانية ولماذا محدودة؟ نعم تماما. لماذا المصارف بعينها وتركت أمور أخرى؟ لماذا المساجد لا ينفع فيها الدفع إليها والله بقية الأشياء نعم لا تجزي إذا دفع فيها الزكاة؟ إذن عندنا أشياء يعني تعبدية في الزكاة، وعندنا شيء مهم معقول المعنى في الزكاة، وهو سد حاجة الفقير. أراد الشارع من الأغنياء أن يعطوا فضل مالهم لسد حاجة الفقراء، وهذه مهمة، قضية الفقراء إذا سدت حاجتهم فإن المجتمع يتغير تماما، تنقص السرقة والغصب وما إلى ذلك، لأن الفقير إذا عرف أن له حقا في مال الغني فيكون أحرص الناس عليه، ولا يفكر في قضية أن يسرق منه شيئا، لأنه سيعطى رغم أنف الغني سيأخذ حصته منه. فيعني هذه مسألة مهمة جدا. فإذا الزكاة فيها يتجاذبها قضية التعبد ومعقول المعنى، فمن غلب معقولية المعنى لم يطالب بنية، ومن غلب مسألة يعني العلة لا نعرفها في بعضها فهذا يحتاج إلى نية. نعم، وهذه ويضربون أمثلة أخرى، قضية صلاة الجنائز أو غسل الميت كذلك. الغسل الأصل فيه يحتاج إلى نية، لكن هنا ميت، من الذي ينوي؟ بعضهم قال الذي يغسل هو الذي ينوي، وبعضهم قالوا لا، هذا لا يحتاج إلى نية، لأن الشارع فرضه تنظيفا وليس لأمر آخر. المهم، وهذا أيضا شيخنا حتى في الزكاة، قضية مال الصبي والمجنون والنية فيهما. نعم، احنا لم نتكلم عن قضية الصبي والمجنون فيما أذكر. الصبي والمجنون مسألة خلافية بين الفقهاء. بعضهم لا يرى الزكاة في مال الصبي والمجنون لأنه غير مكلف، ولذلك لا زكاة عليه، ولا يؤمر وصيه بدفع هذه الزكاة، بينما يرى العلماء الآخرون أن الزكاة من باب ليس من باب خطاب التكليف، وإنما من خطاب الوضع. يعني الشارع أوجب الزكاة عندما يصل المال إلى كذا وكذا، يجب إخراجه سواء كان لعاقل أو لمجنون أو لبالغ أو لصبي. نعم، بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة. الأحناف عندهم لا 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 يوجبون الزكاة في مال الصبي
إلا في الحرث، أي زكاة الحبوب. زكاة الحبوب تجب الزكاة فيها عندهم، نعم. أما المالكية والحنابلة والشافعية كذلك يجبون الزكاة في مال الصبي. فإذا المهم إذا تغلب الشائبة التعبد وجبت النية، وإذا تغلب شائبة المعقولية لا تجب الزكاة. لا تجب النية يعني. نعم لا تجب النية، نعم. طيب شيخ، بالعودة على النية أيضا، السؤال الذي سألتكم إياه بداية الحلقة وهو قضية النية بعد الإعطاء، هل هي مجزئة في الزكاة أم لا؟ النية الأصل فيها أن تصاحب العمل، في أنت تصاحبه في بدايته، فإذا تأخرت النية لا تنفع صاحبها. رأيت لو واحد وقف ليصلي الظهر أو العصر وكبر تكبيرة الإحرام، الأصل فيها أن النية تصاحب هذه التكبيرة، فإذا تأخرت عنها لا تنفع، لأن جزءا من الصلاة لم تنسحب عليه النية، وبالتالي فهو باطل. إذن التأخير لا ينفع. ولذلك نرجع إلى قضية الزكاة، لو دفع صاحبها دون نية، وقد قلنا إن النية عند أكثر الفقهاء تجب في الزكاة، وادفع شيء معين من ماله ولم يخطر بباله أن ينوي الزكاة، ثم قال أنا دفعت كذا وكذا، ما لي لا أنوي أن يكون هذا المبلغ زكاة مالي، هذا لا ينفع لأنه تأخر عن الموضع. بقي في هذا المجال أيضا عندنا، هل إذا تقدمت النية تنفع أو لا؟ بالنسبة للزكاة، إذا كان نوى وهو ينوب غيره في دفعها، نواه عند إعطاء هذا النائب، فإن هذا يصلح، نعم. ولذلك في الصلاة كذلك قالوا إذا نوى صلاة معينة والمسجد بقرب منزله ولم تأخذ إلا دقائق أو كذا حتى وصل إلى المسجد ووجد الناس يصلون، وهو قد نوى عند خروجهم المسجد أن يلتحق بهذه الصلاة، قالوا هذا ينفع. لكن إذا كان المنزل بعيدا وأخذ منه وقتا طويلا، فإنه لابد من تجديد النية، نعم. طيب شيخنا، مما ذكرتموه في الحلقة الماضية هو متعلق أيضا بقضية النية، أن الفقهاء عندما تحدثوا عن أخذ الإمام للزكاة رغما عن أنف الغني أن نية الإمام تجزئ، فبالتالي يسقط عنه فريضة الزكاة ولكن لا يحصل له ثوابها. في هذه الحالة هل يستحب لمن أخذت منه الزكاة بهذه الطريقة وأجزأت عنه أن يعيد، إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعيد إعطاءها رجاء الثواب مع الإجزاء؟ والله ممكن، نعم، لأنه هو إذا كان الإعطاء الأول لا أجر له، وهو الإنسان كل ما يأمل أن تحسب حركاته وسكناته بثواب، ولذلك الإنسان دائما متعلق بقضية الثواب، نعم. فإذا حتى إعطاء الأشياء المعقولة المعنى إذا ينوي بها يعني تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى فهذا خير له، الإعطاء وتم ولكنه نقصه الثواب، فلماذا يفرط في ذلك؟ فبالنسبة لمن أخذت منه الزكاة، ما إذا كان أخذها الحاكم، نعم، فإنها تسقط كما ذكرتم، لكن هل يحصل له ثواب حتى إذا نوى بعد ذلك متأخرا؟
قلنا النية المتأخرة لا تصلح، وأما المتقدمة فتختلف من شيء لآخر. نعم. طيب شيخ، من يعني الأشياء النادرة التي تذكرها بعض الكتب الفقه في التحدث، وهي من يعني من باب العلم النظري، قضية من تصدق بكل ماله دون أن ينوي أن من ضمن هذا المال زكاة مفروضة، هل هذا يسقط عنه الزكاة أم يطالب بأن يعطي شيئا آخر نظير الزكاة؟ وأكثر العلماء يتحدثون عن ذلك بأن الزكاة تسقط في الحالة هذه إذا تصدق بكل ماله، وخالف بعضهم وهم قليلون في أن هذا لا ينفعه ولا بد من أن يخرج الزكاة بعد ذلك. نعم. طيب شيخنا، ننتقل إذا كان ليس لديكم ما تريدون إضافته في قضية النية في الزكاة وارتباطها به، ننتقل لقضية أداء الزكاة بعد ذلك وكيف تؤدى الزكاة. أنا أبدأ لعل بمسألة قضية تعجيل الزكاة وتقديمها عن وقتها، أم نبدأ بسؤال تأسيسي عادة يسأل به، هو قضية هل تجب الزكاة على الفور أم على التراخي بعد وجوبها، يعني النصاب والحول أو الحصاد في موسم الحرث؟ تجب على الفور الزكاة. نعم، ولذلك لا ينفع تأخيرها، بل ربما يأتم صاحبها. يعني هو تسقط عنه ولكنه يأتم بسبب التأخير، لأن الزكاة حق للفقراء فكأنه دين، وموعده هو ما حدده الشارع كما ذكرتم الآن. يعني بمسألة إذا بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول فقد وجبت الزكاة فيه ذاك وقتها. نعم، فلا يجوز تأخيرها إلا في حالتين. الحالة الأولى لا يوجد مستحق على قلب قربه ويحتاج نقل الزكاة إلى مصرف آخر وإنفاق آخر ووقت كذلك. نعم. الثاني قضية الزكاة تجب، نعم، ولكن خصوصا في النقود أحيانا يكون، خصوصا في عروض التجارة أحيانا يكون له متجر، ويعني إذا قيم ما عنده من البضاعة فإنه يفوق مسألة النصاب، لكن ليس لديه نقود نقدية، عنده السيولة. نعم، فهذا يجوز تأخير الزكاة، نعم، حتى يحصل له السيولة اللازمة لدفعها إلى الفقراء والمساكين، أي إلى المستحقين. نعم. نعم، يعني هذه حالات يجوز فيها تأخير الزكاة، وإن كان الأصل أنها تجب على الفور، يعني متى حان موعدها يجب أن تؤدى. طيب شيخ، أود أن أسألكم عن بعض المسائل في قضية تأخير الزكاة، منها مثلا انتظار مجيء الساعي في حال كان هناك ساع أو كانت بعض المؤسسات تمر لتأخذ الزكاة وتوزعها على مستحقيها، هل يمكن أو يجوز أن تؤجل الزكاة بعد مرور الحول لانتظار مجيء الساعي أو المؤسسات التي تأخذ الزكاة وتوزعها على مستحقها؟ هو مجيء الساعي متعلق بالماشية فقط. أما الأنواع الثانية وهي الحرث والنقود فلا تتعلق بمجيء الساعي، حتى لما كان هناك ساعي إنما يتعلق مجيئه بقضية الماشية فقط، لأن قلنا إن التشريع يعني ضرب حساب في صالح معطي الزكاة، لأنه يعني السعي يذهب في وقت معين من السنة حيث يجتمع عادة أصحاب المواشي لسقيها، ويجتمعون بعدد يعني كعدد هائل فيخففون عن أصحاب الماشية، وإلا
فإنهم سيجب عليهم الذهاب إلى مكان بيت المال حيث يوجد الحاكم المسلم، ولذلك هذه قضية متعبة، سيدفع الزكاة ويذهب بها إلى مكان آخر بعيد يضيع وقته وفي دون فائدة ترجع إليه. والأصل أن وقت المسلم له 1000 حساب، ولذلك جعل الشارع أخذ الزكاة في مكان الماشية تخفيفا على صاحبها. أما النقود والحرث فلا تعلق له بساع، ولذلك على صاحب على مالك الزكاة فعليه أن يخرج ذلك بنفسه يعطيه للفقراء والمساكين. وهنا ربما إذا كان عندنا وقت نتحدث عن مسألة تتبع هذا الأمر، وهي يعني أين تدفع الزكاة؟ هل يعني تدفع حيث وجوبها، أو تدفع في مكان آخر، أو المسألة النظر فيها الاحتياج؟ فهل تدفع في المكان الذي فيه صاحبها، أو المكان الذي فيه المال؟ فهذه مسائل مهمة. نعم، إن شاء هذه نأتيها إن شاء الله تباعا بإذن الله في قضية ونحن نتحدث عن أداء الزكاة. لكن شيخنا أيضا في قضية التأجيل في إعطاء الزكاة لمستحقيها بعد وجوبها، بعض الناس يسأل مثلا يقول عنده مبالغ كبيرة ويتولى بهذه المبالغ في الزكاة أكثر من أسرة محتاجة، ويعطيهم بدل أن يعطيهم الزكاة الحول مرة واحدة يعطيهم راتبا شهريا، كل شهر يعطيهم نصيبا من الزكاة ويمسك الباقي عنده وهي من أموال الزكاة. هل هذه الصورة صورة صحيحة، ويمكن لرب المال أن يعطي زكاته والزحى بهذه الطريقة بالنظر إلى مصلحة الفقير؟ هي الأصل لا، الأصل أن تدفع فورا، نعم، للفقير والمسكين المستحقين. لكن علماءنا ذكروا صورة تنفعنا في هذه المسألة، وهي مسألة أن يعزلها عن ماله، ثم بعد ذلك يتصرف كما ذكرتم، يعني بقضية مرتبات أو كذا، كل شهر ولا كل أسبوع ولا غيره. نعم، بل بعض العلماء قالوا ويمكن أن يجعل زكاته عروضا، لأن الفقراء محتاجون لذلك. نعم، يأخذ لهم أشياء من الأغذية وغير ذلك، لكن هذا كله بعد عزلها، لأنه إذا عزلها كأنه أعطاهم إياها، ما عادش يقدر يتعدى عليها. نعم نعم. طيب شيخنا استأذنك في الذهاب إلى فاصل، من ثم نواصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. قناة ليبيا الأحرار في حلتها الجديدة تشاهدون سلسلة وثائقيات. من إنتاج ليبيا الأحرار. هنا
هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. شيخنا، قبل أن ننتقل للأسئلة التي وردت إلينا ونبدأ الإجابة عنها، يعني لعلنا نغلق هذه المسألة، مسألة قضية تعجيل الزكاة وتأجيل الزكاة وتعجيلها. منها قضية، من المسائل، قضية تأجيلها لحاجة أصابت صاحب الزكاة، كأن يعزل الزكاة ثم يظهر يعني تسوء أحواله المادية ويحتاج إلى الأخذ من بعض هذا المال، كأنه دين في ذمته يقضيه بعد ذلك. هل هذه الصورة صالحة؟ لا، هذه لا تصلح إلا إذا كان الاضطرار ملجئا. أما إذا كان القضية فيها وسع فإن هذا لا يصح، لأن هذا حق ترتب عليه لغيره، فيجب أن يسارع بدفعه. نعم، لكن هي في مسألة تتصل بهذا الموضوع، مسألة الضياع، أحيانا الضياع بعد الوجوب. الضياع بعد الوجوب له مسألة أخرى أيضا تتصل به. الضياع يعني مع وجود الأداء، مع القدرة على الأداء، لعندهم فرق بين قضية الأداء وقضية الوجوب. إذا ضاع بعد إمكان الأداء فإن الزكاة لا تسقط عنه، وأما إذا ضاع المال بعد الوجوب وقبل إمكان الأداء فإن هذا يعني تجب عليه الزكاة. نعم. طيب شيخنا، من المسائل المتصلة أيضا انتظار فقير له قرابة بالمتصدق، أو يرى أنه أشد حاجة من غيره فيؤجل الزكاة قليلا، هل هذا ممكن؟ هذه المسألة لم أرها، لكن يذكرون مسألة هل يمكن أن تنقل الزكاة من مكان الوجوب إلى مكان أبعد؟ قالوا نعم، إذا كان المحتاجون في البلاد البعيدة، عندئذ لا تعطى أو لا يعطى المساكين والفقراء في بلاد الزكاة، وإنما يعطى لهؤلاء الذين هم بعيدون عن مسألة وجوب الزكاة. نعم. طيب شيخنا، عكس هذه المسألة لعلنا نختم بها، قضية المسائل المتعلقة بالزكاة اليوم، هي قضية تقديم الزكاة عن موعدها. إذا أراد المتصدق أو صاحب المال أن يقدم زكاة قبل حلول الحول، هل يمكن له ذلك أم هو مطالب بأن ينتظر حتى حلول الحول؟ نعم، هذه مسألة من الخلافيات اختلف فيها المذاهب. المالكية عندهم يجوز تقديم الزكاة عن موعدها بشهر أو شهرين، بشهر أو شهرين، لكن هذه خاصة بقضية المال، النقود، الذهب والفضة وما في حكمهما. أما الماشية والحرث فلا، هذا بالنسبة للمالكية. وتوسع بعض العلماء في المذاهب الأخرى فأجازوا قضية النظر إلى الظروف التي يمر بها المجتمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس، فقد أخذ منه زكاة سنتين، يعني عجل الزكاة لسنتين ثم يحسبها عند وصول وقتها، وبعض العلماء أخذوا بذلك. نعم. نعم. طيب شيخ، ننتقل إن شاء الله نتم في الحلقات القادمة، وننتقل للإجابة الآن عن بعض الأسئلة التي وردت إلينا. أبدأ بسؤال الأخ محمد عبد الهادي على البث المباشر على الفيسبوك، يسأل: ما حكم من نسي أن يسمي الله عند الذبح، هل تؤكل ذبيحته أم لا؟ تؤكل ذبيحته إذا ترك ذلك ليس متعمدا بل نسي، يعني نسي أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى،
فهذا نعم تؤكل ذبيحته، هذا مشروع المذهب. نعم بعكس قضية التعمد، إذا تعمد ذلك ما يتصورش مسلم يتعمد ترك التسمية على الذبيحة. نعم. الأخ سالم الطاهر يسأل: هل يجوز أكل لحم الصيد الميت؟ الصيد الميت كيف يعني؟ يعني اصطاده ومات قبل أن يعني يذبحه. لا، هذا هو الأصل. الصيد لما يعني يكون معه من يصيد به أو ما يصيد به كالكلب وما شابهه، وذهب إلى الصيد هذا الكلب وفتك به، ولما وصل الصائد إلى مكان الصيد وجده قد مات. نعم هذا يقل. نعم، أن يكون تظن السؤال أنه وجده في الصحراء، يعني هو حيوان مما يصاد الأصل فيه، وجده ميتا في الصحراء، هذا ميت لا يؤكل بطبيعة الحال. نعم. إحدى الأخوات تسأل تقول: في شهر نوفمبر هذا أكون قد بلغت عاما وأنا ليس لي بيت، وأريد أن أشتري منزلا لي ولأولادي، هل علي زكاة وأنا ليس لي إلا هذه الأموال؟ كأنها ادخرت أموال لشراء بيت وحال عليها الحول، فتسأل وهي ليس لديها بيت هل عليها زكاة وهي تدخر هذه الأموال لشراء بيت، يعني حاجة ضرورية لها. هذه نص عليها الفقهاء فقالوا نعم تجب عليها الزكاة، ولا شك عندما تدفع زكاة هذا المال أن الله سبحانه وتعالى يوفقها لقضية بناء البيت أو شرائه. لكن هذه تتكلم على الفقهاء، إذا ادخر شخص مالا نصابا وحال عليه الحول وهو ينتظر به بناء منزل أو زواج لابنه أو بنته أو شابه ذلك، فإن هذا لابد من أن يخرج الزكاة. بهذه المناسبة أقول يعني أراه بالنسبة لمن يخرج الزكاة يسهل الله له الأمور، ليس في ظنه، وإلا فإن الزكاة يعني بمنظار الإنسان العادي تقول هو نقص من المال، والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى وصفها بالزيادة. نعم، بل إن الفقهاء يتكلمون عن الزكاة عبارة عن نمو، وهذه مسألة يجربها كل من كان حريصا على دفع زكاته. نعم. نعم. إحدى الأخوات تسأل تقول: عندها وسواس يلازمها في كل العبادات التي تفعلها، وهي وهذا الوسواس هي أنه تفعل مثل هذه الأمور ليس تقربا إلى الله وإنما تكرما عليه والعياذ بالله، فتسأل ماذا تفعل لتطرد مثل هذه الوساوس؟ الوساوس تتخلص من هذا الأمر، هو لا يؤثر هذا، لا يؤثر الوسواس على عبادتها، ولكنها تحاول جهدها أن يعني تتنصل. الحمد لله رب العالمين. رحمكم الله. هديكم الله ويصلح بالكم. يعني هذه الأمور كلها تترك الوسواس بقدر الاستطاعة. ولكنه لا يؤثر هذه الوساوس، فقد شكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عندما لا يكونون معه تحدث لهم بعض الوساوس في العقائد، فالنبي صلى الله عليه وسلم طمنهم بأن هذا الأمر عادي، وهذا يدل على أن الشيطان يحاول مع المستقيمين، أما غير المستقيمين فقد تركهم لأنه يعني تهنى عليهم كما نقول بالعامية. نعم. نعم. طيب شيخ، أحد الإخوة يسأل يقول: استدان منه شخص دينا قبل سنوات 10,000 دينار وقيمتها كانت نحو 8,000 دولار، والآن أراد إعطاء الدين 10,000 دينار، فقلت له قيمة 10,000 دينار تغيرت كثيرا، فهل يعيد لي القيمة أم المبلغ كما هو بنفس العملة؟
المبلغ كما هو بنفس العملة، هذا رأي جمهور العلماء، ولا يؤثر علينا إن كانت القيمة نقصت أو زادت. فإذا كان الرد بالعملة التي استدان بها يرد مثلها تماما، هذا رأي العلماء المالكية مشهور مذهبهم، بل رأي كثير من العلماء. وبعضهم، وهذا لا نفتي به، قضية أن يدفع القيمة لصاحب الدين. نعم نعم. إحدى الأخوات تسأل تقول إذا كان عندها بعض الذهب ومر زوجها بحالة مادية صعبة وهي تملك هذه القطع من الذهب التي أهداها لها يعني زوجها، هل يجب عليها التصرف بها لإعانته أم يعني يباح لها ذلك؟ السؤال طبعا مش واضح، لكن تسأل عن بيع ذهب أهداه لها زوجها لإعانته في بعض الظروف المادية التي يمر بها. هي أجابت في جزء من السؤال، أجابت عن هذا السؤال. نعم، ليس واجبا عليها ذلك، ولكنه من قبيل المباح، ولها أجر كبير إذا أعانت زوجها. نعم، دون أخذ إذنه، يعني كأنها تسأل عن ذلك. هي لها وليس لزوجها الذهب. لما ملكها إياها، ملكه إياها، فإنه أصبح جزءا من ممتلكاتها، فهي حرة في هذا الأمر. نعم نعم. أحد الإخوة يسأل عن هيئة رفع اليدين بعد التشهد النصفي، هل الأفضل أو الأصح كما يسأل أن يكون رفع اليدين عند الجلوس وقبل القيام للتشهد من الركعة للركعة الثالثة، أم يكون بعد الوقوف إذا استقام واقفا؟ هذا هو مذهب المالكية، إذا استقام واقفا نعم فإنه يكبر عند ذلك. هذا إذا كان الرفع من التشهد، أي من التشهد الأول. نعم. أحد الإخوة يسأل عن سؤال أجبنا عنه في السابق لكن لعله لم يسمع الإجابة، قضية بيع الأعضاء وبيع الأعضاء وشراؤها للمضطرين، شراء الأعضاء إذا لم يجدوا من يتبرع بها. أما بيع الأعضاء فلا يجوز ذلك، وأما شراؤها للمضطر والتي يترتب عليها نهاية حياته على الأقل بالمقدمات البشرية الطبية، فإنه يجوز له أن يشتري، والإثم على البائع. نعم نعم. أحد الإخوة يسأل عن العقيقة، هل تسقط بذهاب الأسابيع الأولى من الولادة، وهل هذا يعني واسع بين العلماء في خلاف، يعني يمكن أن يذبح بعد ذهاب الأسابيع الأولى؟ وسؤاله الآخر، الذبح في غير المكان الذي ولد فيه المولود أو تسكن فيه العائلة، يعني أن يوكل شخصا آخر يعق عنه في بلاده. لا يشترط الذبح أو النحر أو شيء من هالقبيل يتعلق بالذكاء، لا يشترط فيه في العقيقة أن يكون في الموضع الذي ولد فيه المولود، بل في أي مكان. أما بالنسبة للفترة أو المدة أو التاريخ، فإن المالكية يقولون يعق في اليوم السابع، فإذا انتهى اليوم، انتهى الأسبوع الأول ومضى سابع يوم، قد شرحنا حتى قضية أنه إذا ولد هذا الطفل بعد الفجر فلا يحسب ذلك اليوم، وإنما يحسب اليوم الذي بعده. إذا مضى الأسبوع ولم يذبح ولم ينحر ولم يعق، بالنسبة لمشهور مذهب مالك انتهى الأمر، ليس عليه شيء، لأن العقيقة ليست واجبة عند المالكية، ولذلك إذا مضى وقتها خلاص تسقط. وبعض العلماء شدد في المسألة، فعندهم يذبح في أول أسبوع، وإذا لم يفعل ذلك يؤخر إلى مرور أسبوعين، وبعضهم توسع في ذلك أكثر، أن العقيقة لا تسقط عنه
متى ما توفر لديه ما يعق به ولو بعد سنين، بل بعضهم زاد في التوسع فقال يمكن للشخص أن يعق عن نفسه إذا بلغ وأمكنه ذلك، والله أعلم. نعم. طيب، سؤال الآخر أيضا عن العقيقة، هل يعق عن الذكر يعني بذبيحتين وعن الأنثى بذبيحة واحدة أم كلاهما سواء؟ عند المالكية كلاهما سواء، يستوي الذكر والأنثى في قضية العقيقة. بينما ذهب بقية الأئمة إلى أن الذكر يعق عنه بكبشين أو ذبيحتين وعن الأنثى بذبيحة واحدة، الله أعلم. نعم. أحد الإخوة يسأل عن مبلغ الدولار الذي يسحبه من بطاقة أرباب الأسر، هل عليه زكاة بعد سحبه من الآلة إذا أراد ادخاره؟ لا، هو الزكاة متى تجب؟ عند بلوغ النصاب ومرور الحول. أما لو واحد عهدك بأنه سيعطيك كذا كذا دولار ولا يورو ولا دينار ليبي أو غيره، طبعا حتى ولو كان المبلغ ضخما لا يجب عليك زكاته، لا تجب عليك زكاته حتى يحصل عندك ويمر عليه الحول. نعم. أحد الإخوة يسأل يقول أحد الأشخاص معاق ويعمل في أعمال حرة وليس في الدولة يعني، لكن ما يفرضه الضمان الاجتماعي للمعاقين في الدولة من مرتبات، هل هو من حقه ويجوز له أخذ هذا الراتب أم لا؟ أو إذا كانت الدولة يعني قررت شيئا معينا لأصناف معينين كالمعاقين مثلا، فهذا نعم لا حرج عليه في أن يتملكه. فإذا وصل نصابا ومضى عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، لا يقال هذا معفو عن زكاته. نعم. طيب، يعني أخذ الراتب يعني مع أنه يعمل في أعمال حرة، هل هذا جائز أم لا الذي تفرضه الدولة لجماعة الضمان الاجتماعي والمعاقين وغيره؟ جائز ما لم يكون هناك تزوير أو يعني تحايل على الدولة في المسألة هذه، بل إن لوائحها وقوانينها فرضت لهذا المعاق شيئا فإنه لا حرج عليه في أخذه. نعم. أحد الإخوة يسأل عن أخيه، يقول أخذ قرض مرابحة إسلامية من مصرف الوحدة، المصرف يقوم بشراء مواد بناء بمقدار معين ويبيعها له بأكثر من ذلك، وكان هناك عقدين، عقد بيع وشراء تحت شعار المرابحة الإسلامية، هل هذا حلال أم حرام؟ إذا كانت تمت عملية البيع الثانية نعم شيخ. انقطع الاتصال. شيخ هل تسمعني؟ يبدو انقطع الاتصال مع الشيخ. طيب، انقطع الاتصال وانتهى الوقت. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة، إن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادم. حتى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى.